النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلاء. الكلاء هو العشب. النبي الكريم يربي أهل الإيمان على الإيثار، وينشئهم على خلق الإحسان، وخير الناس أنفعهم للناس. فيرشد النبي الكريم في هذا الحديث: من كان له ماء من بئر أو نهر زائد عن حاجته إلى السماح للمحتاج إليه، أن يشرب منه أو يسقي منه غنمه ودوابه، وذلك في مكان لا يوجد فيه إلا ذلك البئر أو ذلك النهر، لأن عدم السماح لهم يمنع من عيشهم في تلك الأرض وسكناهم في ذلك المكان. فالإسلام دين الإيثار والألفة، دين جمع القلوب والإحسان إلى الناس. والنبي الكريم نبي الرحمة، يرشد إلى كل ما فيه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.